عبد الله الانصاري ولي ايضا ضيف الكريم الكابتن عبد العزيز الهجري. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام متابعينا الاكارم. إذن اللقاء الذي يجمع ما بين القادسية ورد جدا على مستوى منتخبنا الوطني، ولكن أن تحصل يعني على بطولتين من أصل ثلاث هذا شيء يعني ممتاز، شيء جيد، شيء يعني يشرف أن تخسر لمدرب تحت 12 عام في نادي القادسية. تشكيلة القادسية في حراسة المرمى نواف الخالدي، عامر المعتوق كظهير ايتاوي، في حراسة المرمى بدر العازمي الذي يأتي خلفا للحارس المصاب خالد الفضلي، سامي الصانع. على التنفيذ الآن، يا الله الله على مساعد، مساعد يرسم البسمة لجماهير نادي القادسية. مساعد ندى اللاعب المتميز، اللاعب الدولي الذي يرسم البسمة لنادي القادسية في الدقيقة 26 من شوط المباراة الأول. رأسية ممتازة لمساعد ندى، لاحظ الإعادة، تابع وبالعرض البطيء لرأسية مساعد ندى، الهدف الأول لصالح القادسية. الآن اخذ مباراة، الآن استمتع في هذه المباراة، هدف مقابل شيء لصالح القادسية، الابتسامة لمساعد ندى، نتمنى التوع المطوع الذي يعني يرشح إلى جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمرتين، ولكن لم يحالف الحظ، الكرة منقولة، محاولة، يا الله يا الله على القادسية، القادسية أفضل، القادسية بهدف حتى الآن. لاحظ حمد العنزي إلى بدر المطوع، هو يريد الزاوية اليمنى لبدر العازمي، ولكن اليقظة الواضحة من بدر العازمي، برافو على بدر، برافو على بدران، بدر المطوع وبدر العازمي الآن صدارة قائمة هداف هذه البطولة لبدر المطوع بست أهداف. المشعان الآن في الطرف الأيسر، انطلاق الآن مع سامي الصانع، الصانع مع المشعان، ولكن تتخلص الآن، الآن محاولة تقدم بدر مطوع، ضربة جزاء على نادي الكويت، ضربة جزاء. لاحظ الإعادة، تابع، شاهد، راقب بدر المطوع، لاعب يا جماعة متميز، لاعب من اللاعبين المتميزين بدر. أيضا الهدف السابع له شخصية في هذه البطولة، هو هداف هذه البطولة، بدران مع بدران، جول، الله على بدران. بدر المطوع يسجل الهدف الثاني لصالح القادسية في الدقيقة 35، أي بعد 10 دقائق بعد هدف مساعد ندى، هدفين لصالح القادسية على حساب نادي الكويت. بدر مطوع الذي يرفع رصيده لسبع نقاط، تابع، شاهد، راقب بدران في مواجهة بدران الآخر بدر العازمي في المنتخب الأولمبي في أولمبيات أثينا في عام 2004. جراح العتيجي، حسين حاكم على التنفيذ الآن، والتسديدة بجانب القائم الأيمن إلى ضربة ركنية لصالح الكويت. هل يقلص الفارق؟ هل يقلل الفارق ما بين الفريقين؟ لاحظ التسديدة التي تأتي بجانب القائم الأيمن للحارس نواف الخالدي. نواف الخالدي الذي قدم عطاءات في بطولتين، في بطولة غرب آسيا وفي بطولة الخليج. وهنا يعني يعلن الحكم السيد علي محمود عن نهاية الشوط الأول بتقدم القادسية بهدفين مقابل لا شيء على حساب
نادي الكويت في شوط مباراة الأول تحديدا في الجولة السابعة في نهاية القسم الأول. أترك الآن الكلمة لزميلي الزميل عبد الله الأنصاري. المباراة الثانية هذا ما سوف نتابعه. محاولة كاد أن يكون الهدف التعادل من دانيال مونشاري من عبد العزيز المشعان. لاحظ العادة، تابع رأسية علي الكندري الذي جاء بديل لحسين حاكم، وأيضا روجيرو الذي جاء خلفا فهد عوض، وليد علي، جراح العتيجي، عمر المعتوب، طلال العامر، فهد الأنصاري، مساعد ندى، نواف الخالدي، يعني لاعبي منتخبنا الوطني يعرفون بعضهم. روجيرو، محاولة تقدم ولكن أيضا خطأ لصالح نادي الكويت. بطاقة صفراء على نادي القادسية، البطاقة الصفراء. لاحظ الإعادة، لاحظ الدخول الغير محبذ من عصام العدوى على البرازيلي روجيرو. صالح نادي الكويت، وليد علي صاحب تسديدات قوية، وليد علي على التنفيذ الآن، ولكن أيضا تتخلص. يا الله يا الله على جراح العتيجي، يقلص الفارق، يقلل الفارق جراح العتيجي لاعب منتخبنا الوطني، يقلص الفارق ويقلل هذه النتيجة بهدفين مقابل هدف. لاحظ المتابعة، لاحظ أيضا المتابعة من يعني جراح العتيجي. لاحظ الإعادة، تابعوا بالعرض البطيء لجراح العتيجي، هدف نادي الكويت الوحيد حتى الآن. القادسي ب 15 نقطة، وتحديدا مع دوري زين السعودي. الكرة منقولة بدران، ولكن أيضا تسديدة بدر أرضية الملعب. لاحظ على المتابع من يعقوب الطاهر، عبد الرحمن العقل الغني عن التعريف من محبي وعاشقي نادي القادسية في هذا اللقاء. إلى ضربة ركنية، وهنا يعني السيد مرزوق الغانم عضو مجلس حمد أو عبد العزيز المشعان. الكرة منقولة في الطرف الأيسر، بدر مطوع إلى المشعان الآن. مرت بتمريرة ذكية من بدر مطوع إلى المشعان، ولكن تسديدة المشعان بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس بدر العازمي. وسوف يكون اللقاء القادم لقاء أوزبكستان أمام الأردن. دخول غير محبذ من مساعد ندى، بطاقة صفراء. دخول غير محبذ من مساعد ندى ينال البطاقة الصفراء. بديلي للمشعان، الكرة منقولة. إلى الآن يعني يتركز هنا الدخول الغير محبذ والغير متوقع الآن بقرار من مساعد ندى. الآن لاحظ عملية الضغط من لاعب الفريقين على حكم اللقاء السيد علي محمود. مساعد ندى نال البطاقة الصفراء، هل يعني يكون قرار من قبل الحكم؟ صفراء الآن على يعقوب الطاهر، ما يعني ما نراه الآن. هل يكون القرار السليم لحكم اللقاء علي محمود؟ أتوقع أن يكون قرار حكيم بإذن الله تعالى. لاحظ الدخول والاشتراك ما بين مساعد ندى وسامي الصانع في هذه الفرصة، والاشتراك ما بين ما هو القرار الذي هنا؟ بطاقة صفراء، ومن ثم البطاقة الحمراء على مساعد ندى. مساعد ندى الذي يغادر أرضية الميدان. إذن نادي القادسية الآن يكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد الريكا. إلى روجيرو، محاولة تقدم، جاد الحسين، بدر مطوع، انطلاق الآن، محاولة إلى حمد العنزي، محاصر ما بين ثلاث لاعبين الآن، التقدم ولك الآن. قراءة سليمة واستبسال واضح
من ايضا الحارس والمدافع الكاميروني ريد علي. جراح العتيجي الكره منقوله، محاوله الان، يا الله على هذه الفرصه، يا الله على هذه الفرصه وضياع هدف التعادل لصالح لنادي الكويت من علي الكندري. لاحظ تابع واضح من اللاعب البرازيلي روجيرو. اداء يعني الكره منقوله، محاوله فهد الانصاري مقطوع الان للقادسيه الان، يا الله يا الله على هذه الكرات الضايعه لنادي الكويت. كرات بالجمله لنادي الكويت تضيع من هذه في شوط المباراه الثاني. علي الكندري لفرصتين، روجيرو جراح، لاحظوا التسديدات في خارج ارضيه الملعب الى ضربه ركنيه لصالح نادي الكويت. جراح العتيجي الان، محاوله تقدم، يا الله يا الله، هو عجب هو عجب، ولكن خالد عجب الخالد يسجل هدف التعادل. خالد عجب، عندما نقول عجب من يصنع العجب بعدما كان متقدم النادي القادسية بهدفين مقابل لا شيء، يعود التعادل لنادي الكويت بأيضا البديل لخالد عجب الذي جاء بديلا لرودريغو كاريكا، هدفين مقابل هدفين. التبديل أيضا الآن يغادر ارضية الميدان حمد العنزي ويأتي علي الشمالي. كثيرة في شوط المباراة الثاني وتحديدا عندما يعني نال البطاقة الحمراء مساعد ندى، تحرر عبد الجراح العتيجي بنقل الكرات وصنع الألعاب في شوط المباراة الثاني. الكرة منقولة، محاولة في الطرف الأيمن، عرضية للأمام، وليد يا وليد، وليد يا وليد، وليد علي، وليد علي بهذه التسديدة يعني يشعل المباراة ويشعل الجهاز الفني والإداري بقيادة البرتغالي روماو. إلى الآن تكتيك متميز في شوط المباراة. على الشمالي بدر مطوع، محاولة إلى الأمام، أوه الكرة التي خرج إلى خارج أرضية الملعب لبدر العازمي. ما بين الفريقين، جراح العتيجي، محاولة إلى الأمام، انطلاقة روجيرو، يا الله، أوه الواضح لعلي الكندري البديل، فرص كثيرة. فرص بالجملة تضيع من نادي الكويت. إذا كما نرى، لاحظ الإعادة، لاحظ الهدف الذي يعني ضاع من علي الكندري. علي الشمالي لخارج ارضيه الملعب، هدفين مقابل